أفادت مصادر يمنية بوقوع اشتباكات عنيفة بين أهالي قرية الحيمة وميليشيا الحوثي في مدينة تعز، مشيرة إلى أن الحوثيين شنوا قصفا كثيفا بمختلف أنواع الأسلحة على القرية انتقاما لمقتل مشرفهم الأمني في المنطقة. وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات أدت إلى سقوط 9 قتلى من الحوثيين، فضلا عن إصابة آخرين ومقتل 2 من أهالي القرية من بينهم طفل.